بعد توقف استمر نحو 8 سنوات، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حفل تخرج عدد من الدفعات الجديدة من ضباط الأكاديميات العسكرية. الحفل الذي شهد تخرج الدفعة 7 حرب عليا والـ6 دفاع وطني والـ16 قيادة حضره اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري. وخلال الحفل أكد الزبيدي أهمية دور الأكاديميات العسكرية في الإعداد والتأهيل لرفع قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية بما يمكنها من الوفاء بمهامها ومسؤولياتها، مشيرا إلى أن أمام خريجي الكليات العسكرية مهام ميدانية جسيمة وأن تخرجهم في هذا التوقيت يعزز قدرات القوات المسلحة في مختلف الميادين. نؤكد لكم ان الحرب لا زالت قائمه وان تخرجكم بهذه الظروف هو رافد قوي وتعزيز معنوي اننا في حاله جاهزيه قويه وان القوات المسلحه بمجلس القياده الرئاسي الشرعيه لا زالت قويه ولا زالت مستمره بالعطاء وهذا اليوم اكبر دليل انكم تخرجون من صرح علمي متميز. هذا الصرح يزيد من قدراتكم وفعاليتكم في جبهات القتال وفي الميدان وفي كل مواقع الشرف والبطولة. أمامكم مهام عسكرية ميدانية استعدوا لها. نؤكد عليكم على الانضباط وعلى نظر كل ما درستم من معارف علمية وعسكرية ونقلها إلى الضباط الذي أدنى منكم من القيادات وللجنود في ميدان المعركة وفي ميدان القتال وفي كافة ميادين العلم والتحصيل العلمي والقتالي. عقدت اللجنة المختصة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية عقدت اجتماعا مع وزير الدفاع لبحث عدد من القضايا الحقوقية ودور المؤسسة العسكرية في حماية حقوق الإنسان. وفي المناقشات أشار وزير الدفاع بجهود اللجنة في حماية حقوق الإنسان مؤكدا التزام المؤسسات العسكرية بالتعاون مع فرقها الميدانية وتسهيل وصولهم إلى مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان. كما بحث الجانبان عددا من الملفات التي تحقق فيها اللجنة وأهمية تفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة وضمان حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل. معنا من عدن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، أهلا ومرحبا بك معنا سيد محسن. بداية نريد أن نعرف مدى أهمية هذه الأكاديميات وعدد الذين تخرجوا منها وكيف فعلا تساهم في تعزيز القدرات العسكرية للقوات اليمنية. اهلا وسهلا بكم، اولا نشكركم على الاهتمام والتغطيه الاعلاميه لمثل هذه الفعاليات. الاكاديميه العسكريه العليا هي لم تكن وليده اليوم ولكنها كليه عريقه نشات منذ ثمانينات القرن الماضي، كليه اكاديميه تتكون من كليه القياده والاركان وكليه الدفاع الوطني وكليه الحرب العليا. بسبب سيطره الميليشيات الحوثيه على العاصمه صنعاء توقفت عن الدراسة وبقي عدد كثيرة من الشباب الذين كانوا الضباط القياديين الذين كانوا يدرسون في هذه الكليات وبقينا منتظرين طوال هذه الفترة بحيث نحن ممكن السنة القادمة الأخرى اللي بعدها لكن لم نتمكن بسبب استمرار الحرب وبالتالي كان لزاما علينا بتوجيهات القيادة السياسية مثلا برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن تفتح الأكاديمية وتستأنف من عدن وبالفعل تم فتح الأكاديمية في عدن بكلياتها وكان أول عمل لنا هو استكمال الدفاع الذي لم تكمل دراسته خلال الفترة الماضية يعني لعام 2015 إضافة إلى مجموعة تقدر ب 20 دارس كانوا دارسين في جمهورية السودان الشقيق وبسبب الحرب أيضا توقفوا ونحن بسبب الحرب المستمرة التي طال أمدها عندنا كثير من الخسائر في العناصر القيادية سواء ضباط الركن أو القيادات الأكبر أو القيادة الأصغر وبحاجة لتعويض وحداتنا وقواتنا بهذا الكم من القادة فاستأنفنا أول دراسة للمتوقفين عن دراسة خلال الفترات السابقة وخلال الأعوام الماضية
وسوف نستأنف الدراسة للعام القادم بحيث نستقبل من جميع الوحدات مرشحينهم للدورة. يعني بالمناسبة نحن نهني هؤلاء الخريجين لأنهم انقطعوا وعانوا معانا كثيرة وكانوا مسرورين جدا بإكمال دراستهم وتخرجهم يوم أمس. وقد حضر حفل تخرجهم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي الذي رفع معنويتهم وطالبهم بكثير من الأشياء اللي أشرتم إليه في تقريركم. نعم. كان التخرج ممتاز ورائع وأظهر العاصمة عدن بأنها عاصمة أيضا آمنة ومستعدة لفتح كل الأكاديميات والكليات والمدارس العسكرية. لأننا أصبحنا بنحرق كثير أشقائنا وأصدقائنا في التحالف العربي وفي الدول الأخرى عدد من الدورات لكنها لا تلبي الغرض 4-3-5 في كليات قيادة وأركان أو في أكاديميات عليا. وهذه الكلية سوف تؤهل لنا في العام الواحد لا أقل من 100-200 دارس. سنخفف من الضغط على أشقائنا وفي نفس الوقت نحل مشكلتنا داخليا. طيب سيد محسن، هل هناك إقبال؟ يعني أنت ذكرت حضرتك بأنه كان هناك نوع من الاستئناف لهؤلاء الذين انقطعوا عن هذه الأكاديميات بسبب الظروف. اليوم لمن هم جدد ربما أو يريدون، هل تلتمسون بأن هناك رغبة إقبال من قبل المواطن اليمني بالدخول بهذه الأكاديميات؟ 100% بل أنه في ضغوط علينا كثيرة جدا أن كل الناس تريد أن تنتمي إلى الكلية الحربية. هي طبعا غير كلية القيادة والأركان وغير الأكاديمية العسكرية العليا، الكلية الحربية ينضم إليها طلاب الثانوية العامة والشباب الذي لا يتجاوز أعمارهم عن 22-23 سنة. أما هؤلاء هم ضباط خريجين كليات أصلا في السابق، فقط نحن أكملنا لهم دراسة حصولهم على درجة الماجستير وزمالة كلية الحرب أو زمالة الدفاع الوطني. وبالتالي فالكلية مفتوحة للكل وهناك في شروط للقبول بتم تطبيقها في وحداتهم في مناطقهم في محافظاتهم، ثم يتم نقلهم هنا وإجراء لهم الاختبارات التي تؤهلهم للقبول في هذه الكليات. سيد محسن، كان هناك لقاء مع اللجنة، لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية، كيف من الممكن للمؤسسة العسكرية في اليمن أن تدعم عمل هذه اللجنة؟ وهل فعلا من أعمال أو مهام مشتركة تقومون بها؟ بالفعل هذه اللجنة نشطة وتنفذ عملها بشكل ممتاز، يرأسها الأخ أحمد المفلحي تقريبا. هذه جت اليوم قابلتنا وفي التقينا في مرات سابقة. نحن وهم يطرحوا علينا كثير، تعرفوا أن الحرب دائما تورث مثل هذه المشاكل، وأنه في فقدوا ناس وفي ناس يمكن يكونوا ما زالوا في السجون أو في أماكن أخرى. نحن أبدينا استعدادنا وفقا لتوجيهات قيادتنا السياسية مثلا مجلس القيادة الرئاسي والرئيس الدكتور رشاد العالمي بأن نتعاون كل التعاون وأن يسر لهم كثيرا للتأكد من سواء أماكن الحاجز أو أماكن المستشفيات أو حاجة زي هكذا يمكن أن يكون فيها ناس من الذين هم يبحثون عنهم. وقلنا لهم نحن مستعدين أن نقدم كل التسهيلات بما يخدم الحصول على هذه يعني المعلومات عن الشجراء أو غيرهم بما ينطبق مع القانون الدولي الإنساني. سيد محسن، شهدت الأيام السابقة نوع من التصعيد على جبهات عدة، كان هناك تحرك واضح واستهدافات حاول الحوثي الخرق فيها في بعض المناطق، كيف يتم التعامل مع هذا التصعيد؟ هل ما زال مستمرا إذا ما كان لديكم أي معلومات؟ التي الميليشيات الحوثية لم تتوقف في يوم من الأيام عن قتل الشعب اليمني، لم تتوقف يعني 100%. الهدنة صح موجودة من إبريل عام 2022 لكنهم يستهدفون عناصر نوعية بين الحين والآخر. والقوات الشرعية يعني مطالبة من قبل الأخوة في التحالف، مطالبة من قبل المجتمع الدولي، مطالبة من قبل الآخرين بضرورة ضبط النفس. ونحن نحاول نحن نوجه قواتنا في كل الجبهات بأنه لا يتم الردود على أي مصادر للنيران إلا عند الضرورة. والضرورة مثل ما تعرفوا أن الضرورات تبيح المحظورة. في حالة الهجوم على أي موقع وليها من حق العسكريين ومن حق المتواجدين في هذه المواقع أن يردون على أنفسهم، لكننا أوقفنا أي أعمال هجومية أو أعمال استفزازية أو أعمال يعني متابعة داخل جبهاتهم، داخل جبهات العدو.
في الوقت الذي ينشط بشكل غير مسبوق وفي مناطق الشرعية ويحاول أن يمد كثير من عناصره خلف خطوط قواتنا بهدف إنشاء خلايا يتخادم هو معها. وأنتم تعرفون أيضا وعندكم دراية وفي تقارير سابقة تطرقنا إليها أن الميليشيات الحوثية تتخادم بشكل واضح وملحوظ مع تنظيمات إرهابية أخرى مثل القاعدة وداعش وعناصر إرهابية أخرى بشكل واضح بما فيها من كانوا محبوسين في سجون هذه الميليشيات في صنعاء وأطلقوهم وبعد إعادة التنسيق معهم وهم يتخادمون معهم بشكل واضح. ونحن نقبض على كثير من الخلايا التي تثبت هذا التخادم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا من عدن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري. شكرا جزيلا.